أن كام ساعة الدنيا مقلوبة علشان القضية ممكن وشريف المخيف مدرب المنتخب الجديد قرر أنه هو مش هياخد معاه شريف الحريف المخيف اللي بياكل بلوبيف ومش هياخد معاه كابتن أفشة بتاع القضية ممكن. الراجل رأيه كده، الخواجة مدرب المنتخب قرر انه مش هياخد الاتنين دول، الدنيا مقلوبة وازاي وهو يقدر يعمل كده، ده دول مفيش زيهم، ما ينفعش الكلام ده، احنا طب وحنلعب ازاي وهي من اولها بقى كده، هنبتدي بقى، لا هي من اولها بقى كده، هنبتدي نبص للالوان مش هنبص للون واحد هو اللي مهم، لون فانيلة منتخب مصر. ارجوكم لو سمحتم سيبوا الراجل يشتغل، سيبوا الراجل ينقي اللي هو حصل ايه في الدنيا. احسن لعيب كرة في مصر السنة دي ومحمد شريف هداف الدوري السنة دي، ازاي يعني ايه الهبل والعبط اللي انت فيه ده، ان ازاي احسن اتنين في مصر في الاماكن بتاعتهم ازاي انت ما تضمهمش؟ حاجات هي بتتاخد بالحب. منتخب مصر طول عمره احنا بقالنا 28 سنه ما وصلناش عشان في مجاملات وفي تخطيط غلط وفي ناس بتجامل الناس، فعشان كده ما كناش بنوصل. غريبه حكايه منتخب مصر ده بيتعمل بالحب، دي جديده. ده بيتعمل والله العظيم. بص انا قلت قبل كده 100 مره وهكررها لغايه ما اموت، طول ما المسؤولين دولت موجودين المذكره او الكشف اللي بيروح هو ده اللي بيمشي. طيب انت الدور الثاني كله أفشة ومحمد شريف وان ثلاث لعيبه في مصر. صح محدش يقدر يغير كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شفنا وسمعنا كابتن رضا عبد العال اول مره يتكلم بالحق واول مره يفند المنظومة الفاشلة والفاسدة لهنا بوريدة والمجاهد والناس القائمين على المنظومة الرياضة في مصر. طبعا بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف حتى مصطفى فتحي ده جاب 14 جول، تاني هداف الدوري المصري، يعني المفروض يبقى موجود. ولكن طبعا اللي احنا كنا اول ناس طالبنا بضياء السيد انه يمسك مدرب عام، عشان كان قبل كده هو كان بيدرب معظم اللعبة ديت حجازي والنني ومحمد صلاح معظم اللعيبه ديت، وان هو برده راجل عنده فكر ومسك مدير فني الاتحاد الاماراتي اكتر من 5 سنوات، وطبعا مسك تجربه سيراميكا هنا واشدنا بهم، وقلنا محمد شوقي برده راجل برده ينتظر مستقبل كويس طبعا في التدريب ومدرب واعد. ولكن طبعا بعد اللي حصل ده واستبعاده، طبعا كروش ما يعرفش اسماء اللعيبه اصلا، يعني كان لازم يقولوا له ان محمد شريف ده هداف الدوري من سنه 75 مفيش حد جاب 21 جول الا محمد شريف، يعني حتى حسام حسن وعماد متعب ما جابوش 21 جول ولا احمد بلال، يعني الراجل. وبعدين الراجل جاب 30 جول السنه دي، والراجل طالع منهم، الراجل طالع طبعا عنده اجهاد هو وقفش، وهتحكم عليه الماتش. وبعدين ده هو اللي جايب لك الجولين في ماتش ليبيريا، اما يعني ما كانش جاب حاجه كنت عملت ايه؟ وبعدين مصطفى محمد اللي انت واخده 14 ماتش ما جابش فيهم جون ولا عمل اسيست، ومعظم المباريات ما كانش بيلعب اساسي فيها، وحتى في ماتشات ما بينزلش فيها. وابراهيم عادل ما عندوش خبره افريقيه اللي انت واخده من بيراميدز، ولا هي حصص بتتحط ان بيراميدز والزمالك والاهلي يتحطوا زي بعض او يتحطوا قريبين من بعض مثلا؟ وبعدين انت ازاي عبد الله السعيد 37 سنه ورجعت احمد فتحي تاني؟ وعلامه استفهام كبيره جدا بترجع الناس الكبار بقى. أفشة اللي هو احسن لاعب في افريقيا السنه دي واللي جايب بطولتين للاهلي او ساعد زماله بطولتين للاهلي في افريقيا، فطبعا اللي احمد مجاهد والناس اللي معاه غطوا فعلا على موضوع اختيار شوقي غريب مدرب منتخب الاولمبي تاني، مع انهم لجنه مؤقته المفروض ماشيين على شهر ونص ما يحطوش مدرب هيمسك 4 سنين، وبعدين ده سنه ونص ما عندوش مباريات اللي في 2001 لما مولود 2001 اللي هو المنتخب الاولمبي، وبعدين ما فيش في مصر غير شوقي غريب. انت عايش على المركز الثالث اللي خد في كاس العالم للشباب من 21 سنه، طب ما نرجع بقى حسن شحاته اللي في 2010 واخد اخر بطوله كاس امم افريقيا حصلنا عليه على الاقل دي من 10 سنين ولا 11 سنه مش من 20 سنه،
وبعدين ده انت ما لعبتش ماتش، ده اتغلبت بالارجنتين 7 يعني، الماتشات كلها اللي جامده اتغلبت فيها. ولكن طبعا منظور وفاسده وفاشله في مصر وبيغطوا على فشلهم ان هو قرار زي ده كده قرار مفاجئ، والناس جالها صدمه، الناس المحللين والناس اللي لعبت الكره القدامى والمدربين من السبعات دي قفش يعني. مين هتعمل، هتجيب عبد الله السعيد عشان يعمل اسيست لمحمد صلاح، ولا هتجيب مثلا من محمد شريف؟ يعني انت حتى واخد احمد حسن كوكا اللي بقى له 10 سنين ولا 7 سنين من 2014 بيضم المنتخب، ما جابش غير هدفين في فرق افريقيه تعبان وما سمعناش عنه في اي حاجه تاني. بيروح النادي اليوناني لنادي في تركيا، بينزل نادي في قبرص، يعني ما شفناش حاجه. يعني لاعب زي ما يعني المفروض الواحد زي حسام، واحد زي ضياء السيد ولا زي محمد شوقي كانوا وروا اهداف محمد شريف في الزمالك وفي افريقيا وفي الانديه الكبيره وفي برضه في اهداف في الدوري. ولكن طبعا هي منظومه فاسده وفاشله من اول احمد مجاهد طبعا الى هاني ابو ريده اللي وراه، حتى رجعوا سامع عبد الفتاح تاني اللي بيقول لك انا مش هجيب حكام اجانب لا في الكاس ولا في الدوري، وكمان الفار مش هجيبه في الدور الثمانيه اللي هو الاهلي وبيراميدز، اللي اهم ماتش اللي هو الاهلي بيراميدز هو الماتش النهائي في الادوار دي علشان يصعد بيراميدز وبعد كده يجيب الفار. مش عارف، انا علامه استفهام كبيره جدا على رجوع عصام عبد الفتاح. سامع فتاح طبعا زي ما قلنا برده ده من رجاله هاني ابو ريده، كان معاه قبل ما يقدم استقالته في 2018 بعد هزيمه مصر من جنوب افريقيا في كاس الامم الافريقيه 2018. طبعا هم نفس الوجوه في الفرقه المصريه اللي بتتحكم في كل حاجه. يعني حتى احمد مجاهد يعني راجل كان ماسك نادي الحمول درجه ثانيه ولا ثالثه، جاي ماسك اتحاد الكوره وبيعمل كل حاجه زي ما هو عايزها. وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان انا ابو رضا متبني شوقي غريب، هو اللي جاوب في 2001 وهو اللي ماسك المنتخب الكبير اللي ما قدرش يوصل لكاس الامم الافريقيه 2014 وما كسبش غير بوتسوان، واتغلب من تونس واتغلب من السنغال رايح جاي، كانت فضيحه. وحتى لما مسك المنتخب الامم ما عملش حاجه، مجاملات طبعا لنادي بيراميدز واللعيبه اللي كانتش بتلعب وعشاء، وبرده ظلم لعيبه الاهلي وضم لعيبه. يعني واحد زي عبد الرحمن مجدي اللي هو خده خد 3 شهور ده ما كانش بيلعب كوره وكان مصاب، واخد لعيبه ما لعبتش، ورمضان صبحي كان بقاله 11 ماتش ما بيلعبش، خده منتخب اولمبي برده كلها مجاملات. حتى المنتخب ده كله مجاملات، يعني كروش بدا القصيده كف. وطبعا زي ما قلنا الرياضه المصريه منظومه فاسده وفاشله الايام ديت من الناس اللي ماسكينها، وبناء عليه مفيش امل ان مصر توصل. ده ليبيا جايبه 6 نقط في ماتشين وكسبانه انجولا بره ارضها، احنا كسبنا انجولا بهدف ضرب الجزاء اللي جابه قفش، وتعادلنا في اخر ماتش مع الجابون هم كانوا كسبانين، تعادلنا 1-1 ومصطفى محمد. بعد اللاعب ازاي يمسك على مدير فني وجابوه على طول في تاني ماتش؟ يعني هم حتى مفيش حياء بالنسبه للناس اللي ماسكه الكوره، ولا في مبادئ ولا في اخلاق ولا اي حاجه. ولكن ان شاء الله هم هيبقى في سقوط ذريع لهم هو هاني ابو ريده والناس اللي وراه ان شاء الله في انتخابات اتحاد الكوره اللي جاي. وطبعا الجمعيه العموميه لانديه مصر هتبقى عارفه الفشل والفساد اللي في الكره المصريه، وان شاء الله. والاستاذ محمد الطاوله طبعا من الناس اللي بتايد ان الوجود كلها تمشي وعايز وجوه جديده، وهو الظلم طبعا ومقفل له القيد علشان رايه ده لنادي المستقبل. طبعا زي ما قلنا قبل كده نتيجه الفشل والناس الفاسده اللي ماسكه حد الكوره في مصر طبعا اوعى تنجح، اوعى تنجح بزياده، لان برضو الناس مش عايزه حد ينجح ولا يسمع. طبعا زي ما شفنا انجح 2 السنه اللي فاتت والاعلام بيتكلم عليهم اللي هو قفشه ومحمد شريف، فطبعا ازاي لا يروق لهم ان الناس تتكلم عليهم وكويس. وطبعا اعلام الزمالك بنفخ في النار ومبسوط ويقول لك ده كروش راجل محايد وراجل ما عندوش مجاملات، ومبسوطين وطالعين من الفرح. يعني مصطفى محمد اللي هو بقاله 14 ماتش ما جابش جون ولا عمل اسيست وبعد احتياطي بره وبعض الاحيان ما بينزلش خالص، هو عندهم هداف منتخب مصر، طب جاب ايه؟ ما جابش الا ماتش الجون في الجابون. انما محمد شريف هو اللي وقفشه، وصلاح محسن حتى اللي جاب الجون في ام بي ما خدوش، اللي هو صعد الاهلي لدور الثمانيه في كاس مصر. ويعني انا مش عارف يعني ضياء السيد بيعمل ايه، ولا محمد شاوي الناس بتاكل عيش على راي رضا عبد العال. طبعا احنا نروح زي ما قلنا قبل كده ان لجنه الانديه رابطه الانديه فرغوها من محتواها وبقت زي خالي المقاد. اخيرا طبعا بعد جدال وكانوا بيقولوا الدوري هيبقى من دور واحد
او من مجموعتين خلاص التكرم اللي يبقى على قديمه زي ما هو من دورين رايح جاي، وهيبتدي ان شاء الله يوم 25/10، ويوم 12/10 هيبقى القرعه، وقالوا ما فيش قرعه موجهه ولا ماتش اهلي والزمالك هنحطه في مثلا في اسبوع معين، لا هنسيبه زي ما يجي. طبعا عندنا اخبار كتيره تانية، طبعا ان محمود وحيد جاله عرض من طلائع الجيش الاعاره والاهلي ما وافقش، وطبعا برضه بالنسبه للقيد بتاع الزمالك اللي كان اتحاد الكوره عامله نهايته 7/10، في اخبار بتقول ان اتحاد الكوره هيفتح لنص 10 على ما الزمالك يسوي المستحقات اللاعبه ويسوي الديون اللي عليه عشان فيفا يفتح له القيد. طبعا كل ده عشان الزمالك طبعا اشترى 4 لاعيبه، عمر كمال عبد الواحد طبعا ومحمود شبانه من اسوان، وعمر كمال عبد الواحد من المصري، وطبعا رجع النجاس تاني اللي كانوا بيقولوا ده هارب ومش هيرجع. طبعا ده كلهم مش ما تسجلوش وبقوا فري دلوقتي. وطبعا سيف الجزيري برده نفس الطريقه، برده كان واخده اعاره ومش هيسجل الا ما القيد يترفع نادي الزمالك. وطبعا زي ما قلنا قبل كده كان جاي خطاب الاتحاد الكوره من فيفا ان هم الزمالك موقوف لمده فترتين ما يسجلش، وكانوا خافينه الا ما الفيفا بعت بقى طبعا خصم الثلاث نقط ولا الست نقط اللي جايين. برضو احمد مجاهد عمل من بنها وقال لك ده حاجه بين اتحاد الكوره وبين الزمالك والانديه الثانيه ملهاش اي دخل، ازاي وهو ممكن فرقه زي الاهلي تاخد الدوري؟ ازاي يغير ترتيب انديه؟ يعني نادي طلائع الجيش اللي هو اللي لعب والانديه اللي لعبت الزمالك بالناس اللي كانت موقوفه ممكن ترتيبها يتغير وتلعب في الكونفدراليه او تلعب في البطوله العربيه. طبعا ولكن طبعا المنظومه الفاسده والفاشله في الرياضه المصريه الحاليه طبعا ديت هي اللي جابت كروش، وكروش طبعا جاي قاعد يخبط ويخرف، هداف دوري بسنه 75 ما حدش جاب 21 جون بيستبعده. قبل كده برضو زي ما شفنا استبعد حسام حسن سنه 2000، والراجل طلع اللي هو جلال جلي طلع من الدور الاول في بطوله الامم الافريقيه برضو نفس الطريقه، فشل ورا فشل ورا فشل زي اجيري بالظبط. وموضوع العملات طبعا ناس كتير وجههم الكلام، وموضوع ان قفشه ومحمد شريف يمشوا لممدوح عيد طبعا قالوا ان له يد في الموضوع، ولكن الله اعلم اذا كان له يد ولا ملوش. واحنا منتظرين، وطبعا معظم الناس اللي زعلانه عشان استبعاد محمد شريف وقفشه بيقولوا مش هتشجع مصر قدام ليبيا، ولكن طبعا في الاول والاخر دي مصر، وكروش كده كده ماشي، وهتبقى ان مصر احنا وصلنا كاس العالم تاني، يعني شفنا من سنه 90 ما وصلناش الا في 2018. وطبعا هو كروش شكله كده هيلعب على خطه كوبر اللي كان بيطلع محمد صلاح قدام ويقول لك بص صلاح، ويلعب الكره تقول لمحمد صلاح، شكله كده هيدافع لانه واخد ثلاثه كوكا وابراهيم عادل ومحمد ومصطفى محمد مستواه ما يقولهمش ان هم يبقوا راس حرب منتخب مصر الاول. طبعا اخبار كتير طبعا، وزي ما قلنا قبل كده لموضوع اجهاد، لو الموضوع بتاع الاجهاد ده اللي شال محمد شريف وقفشه من المنتخب، فالسوليه وايمن اشرف برضه مجاهدين زيه. وبعدين اللي عشان يعالجوا الموضوع وزعل الجماهير الاهلي، حتى في ناس مش اهلي ولا حاجه، ده ناس من الزمالك وانديه ثانيه زعلانه عشان محمد شريف وقفشه استبعدهم، ولكن طبعا هم زعلانين لان الحق ان هداف دوري على طول بيتحط بيبقى هداف منتخب، يعني ما في اي انديه العالم ما ينفعش يتشال. ولكن طبعا الاعلام الزملكاوي مبسوط، وهنشوف في الاخر هنوصل لفين. طبعا هنسمعكم مقطع صغير نعرفكم بس الناس ازاي لعيبه الاهلي والزمالك ونجوم الكوره لما شوقي غريب تم اعلان انه مسك المنتخب طلعوا اتكلموا وقالوا ايه. طبعا الاعلاميه بسمة وهم اتكلمت، وطبعا شادي محمد اتكلم ورد عبد العال، هتسمعكم اخر مقطع عليهم برضو عشان تعرفوا راي الناس ايه. وبرضو احمد بجاد مصمم المفروض هو شوقي غريب اللي قدم استقالته، وناس كتير مدربين مصر طالبوا شوقي غريب ان هو يعتذر عن المنتخب الاولمبي، ولكن هو قاعد وسبوبه وغيره يقعد سنه ونص يقبض. وطبعا المبرر بتاع احمد بجاد انه عين شوقي غريب ان كان واخد 500,000 نزل راتبه 50% بقى 250,000، ده مش مبرر. طب ما انت ممكن تجيب واحد ب 200,000 حالا ويمسك زي رضا شحاته ولا مثلا عماد النحاس ولا علي ماهر ولا احمد سامي، يعني ناس واعده وناس برضو فكر وناس شباب تقدر تيجي تلف ورا اللعيبه
وتشوف لعيبه فين، انما عايز اشاور غريبه اقول لهم هاتوا لي فيديوهات. ومعظم لعيبه المنتخب الاولمبي او 2001 مش هتلعب في الدوري الممتاز، معظمها في الدرجه الثانيه. يعني ما فيش من كل اهلي تلاقي في اثنين لعيبه ولا ثلاثه لعيبه والزمالك نفس الطريقه. يعني مش هتلاقي كله منتخب الاولمبي، فعايز واحد. وبعدين انت ايه الفكر اللي جاوب ده؟ ما خدش ميداليه طبعا في دوري طوكيو عشان تجيبه. يعني منطق غريب جدا. وبعدين انت كده كده لجنه مؤقته، ما تحطش حد على المدى البعيد. اشكركم جميعا واتمنى لكم التوفيق. هنسمع بقى المقطع بتاع بسمه وهبي على موضوع احمد مجاهد وتعيين شابو غريب. هي الكوره مجنونه بس مش للدرجه دي. امبارح اتحاد الكوره فاجئنا بخبر الحقيقه عمل حاله سخط لكل جمهور الكره المصري، وهو في الحقيقه مش اتحاد كوره، هو لجنه ثلاثيه معينه لاداره الكوره المصريه في فتره معينه. الخبر ده هو إعادة تعيين شوقي غريب مدير فني للمنتخب الأولمبي، رغم أنه لسه ماشي من قيادة المنتخب من 45 يوم فقط. وده اللي خلى الجمهور ونجوم الكرة المصرية الحقيقة زعلانين، ومن اللي بيدير زعلانين من اللي بيدير كمان الكرة في مصر. طيب طالما اتكلمنا بقى على اختيار الكابتن شوقي غريب مدرب للمنتخب الأولمبي، والجدل والإحباط والغضب اللي سببه الاختيار ده في الوسط الكروي، مش عشان شخص الكابتن شوقي طبعا، احنا كل الاحترام لشخص الكابتن شوقي غريب، ليه منا كل تقدير، ولكن عشان الطريقة اللي بقت بتدار بيها كرة القدم في مصر، وخصوصا مع وجود الأستاذ أحمد مجاهد رئيس اللجنة اللي بتدير اتحاد الكرة المصري بشكل مؤقت. وحطيني بقى تحت مؤقت دي يعني يمكن ألف خط وخط. ليه أحط تحتها ألف خط وخط؟ عشان واضح انه الاستاذ احمد مجاهد ناسي تماما وناسي جدا انه وجوده في المنصب ده مش وجود بالانتخابات، مش وجود باختيار الاندية، هو ناسي تماما انه مؤقت، انه بيدير لجنة مؤقتة هدفها تسيير الأعمال لحين تسليم اتحاد الكورة وشؤون الكورة في مصر لاتحاد منتخب. وزي ما احنا عارفين وزي ما العلم والواقع بيقولوا انه أي لجنة مؤقتة بيبقى هدفها الرئيسي تسيير الأعمال لحين تسليم سلطة الأمر لمن تم انتخابه بشكل رسمي. لكن واضح ان الاستاذ احمد مجاهد مش فاهم الحتة دي كويس، او فاهم بس يمكن يكون عنده حالة الانكار وبيحاول يحقق احلام قديمة في رئاسة اتحاد الكورة معرفش يوصل لها بالانتخاب. هقولها تاني، معرفش يوصل لها بالانتخاب.